ريهام، بعد التحية يعني انتهت منذ قليل جلسة الحقيقة في منتهى الأهمية. مشاهدينا على شاشة التلفزيون المصري، نعم. الفعاليات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ COP27 ما زالت بتتواصل، فعاليات وحالة من الزخم شديدة، وليست فقط على مستوى محلي ولكن أيضا على مستوى دولي واسع النطاق، بمشاركة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا قادة ورؤساء دول العالم، وذلك في إقبال كبير جدا على هذا المؤتمر الذي يعد نقطة محورية وفي منتهى الأهمية، نظرا لأنه بيناقش أكثر القضايا أهمية وإلحاحا وأكثر القضايا أيضا خطورة في قضايا القرن بشكل كامل. بالفعل مشاهدينا، هذا المؤتمر الذي يتطرق إلى الآثار السلبية لتغير المناخ، وذلك في توقيت بالغ الحساسية تعاني منه كل دول العالم من أزمات مختلفة، أزمات سياسية، أزمات أيضا اقتصادية، وذلك نظرا طبعا لتداعيات كورونا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف دول العالم، وبالتالي ذلك بيتطلب ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي بأن يكون له هدف واحد وصوت واحد من أجل العمل على الحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية وكذلك أيضا عملية التكيف. الآن تابعنا الجلسة الأولى التي بدأ بها فعاليات هذا اليوم، وهي بعنوان قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ، كانت بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد الرئيس تحدث فيها عن انضمام مصر إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وذلك منذ أن بدأت في عام 2019، وذلك نظرا لأهمية هذه المبادرة، لأنه تحدث عن خطورة تأثير التغيرات المناخية بشكل خاص في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والعمل بشكل يعني يهدف إلى التنسيق بين كل دول هذه المنطقة للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي وعمليات أيضا التكيف بشكل أساسي، ولأنه هذه المبادرة بتتمتع بخصوصية أنها بتعتمد على النهج العلمي، وذلك من أجل مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي. بالتأكيد دينا، يعني هناك الكثير من يعني الفعاليات التي تابعناها منذ بداية الجلسة الإجرائية ثم الافتتاح الرسمي، وأيضا الموائد المستديرة التي أقيمت بالأمس وانعقدت بالأمس، وكانت كلها بتهدف في الأساس إلى محاولة التأكيد على التنفيذ، لأن هذه القمة ما يميزها والخصوصية التي تتمتع بها أنها قمة التنفيذ أو معا للتنفيذ، العمل على يعني تكاتف كل الجهود لتحويل مختلف المبادرات ومختلف المفاوضات إلى يعني أمر واقع وتنفذ على أرض الواقع، وذلك هو ما أكد عليه السيد الرئيس في الكلمة الافتتاحية التي تابعناها بالأمس، لأن الآن هو وقت التنفيذ وخروج كل ما التزمت به الدول التي تسببت في الانبعاثات الضارة والتي تسببت في الكثير من الآثار السلبية للتغير المناخي، أن تلتزم بكل ما تعهدت به في القمم السابقة تجاه الدول الأكثر تضررا. وبالتالي ما يميز هذه القمة هو التنفيذ بشكل أساسي، ومن أبرز العوامل التي تسهم في عملية التنفيذ التمويل، تمويل والتزام هذه الدول تجاه الدول الأكثر تضررا. وبالتالي كانت هناك بعض المصطلحات التي ظهرت لأول مرة في هذا المؤتمر، يعني عن المؤتمرات السابقة، وهي معالجة الخسائر والأضرار، لأن هناك الكثير من الخسائر والأضرار التي نجمت عن الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية، هناك فيضانات، أعاصير، وبالتالي بينجم عنها أيضا يعني مصابين وضحايا ونازحين وهجرة غير شرعية، وتضررت بها الدول النامية والدول الفقيرة والدول الأفريقية، وبالتالي كان لابد من التصدي لهذه القضية غاية في الخطورة التي تواجه دول العالم والدول الأقل نمواً بشكل خاص، على الرغم من أنها هي الأقل تأثيرا أو الأقل يعني تسببا في هذه الانبعاثات الضارة.
إذن دينا، يعني هذه الفعاليات التي تتم هنا في مدينة شرم الشيخ هي بتتم وذلك بمشاركة دولية واسعة النطاق، وكذلك أيضا بتتم من خلال العمل على الوصول في النهاية إلى قرارات حقيقية تنفذ على الأرض، وذلك في مدى زمني معين. كذلك أيضا تبعنا يعني على هامش هذه الموائد المستديرة وهذه الجلسات لقاءات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين، التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كذلك أيضا التقى مع رئيسة وزراء إيطاليا ومع رئيس وزراء بريطانيا، وكان هناك يعني حضور للسيد الرئيس أيضا في القمة الخاصة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، هذه المبادرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية منذ عام تقريبا. ومنذ هذا العام وقد طرح السيد الرئيس على سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بضرورة أن تنعقد القمة الثانية من هذه المبادرة غاية في الأهمية هنا في مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتزامن مع قمة المناخ للتعرض إلى الأثار الغاية في يعني الضرر للتغير المناخي على المنطقة بالكامل وعلى الدول العربية، نظرا لتأثيرها على خصوبة التربة، كذلك أيضا تأثيرها على ندرة المياه، بتؤدي إلى ندرة المياه والجفاف وارتفاع مضطرد في درجات الحرارة، جودة الأرض الزراعية. ومن هنا السيد الرئيس تحدث عن الجهود المصرية الحثيثة لمواجهة هذه الأثار الخاصة بالتغيرات المناخية من خلال المبادرات المختلفة، سواء بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بتحول للأخضر، وأيضا كيفية مواجهة هذه الأثار الخاصة بتغير المناخ من خلال التكيف، وذلك عن طريق استخدام الطاقة المتجددة. وهذا هو ما نلاحظه أيضا دينا هنا في مدينة شرم الشيخ منذ أن وصلنا إلى مدينة شرم الشيخ. هي مدينة نجحت بالفعل في أن تكون مدينة خضراء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مساحات واسعة جدا من يعني مساحات خضراء واسعة، رئة خضراء للمدينة، كذلك أيضا التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، يعني استغناء عن كل ما يضر بالبيئة والانبعاثات الضارة باستخدام طاقة الرياح، الطاقة الشمسية أيضا، بالإضافة أيضا إلى الحافلات التي تعمل بالكهرباء والتي تعمل أيضا بالغاز الطبيعي. يعني كل هذه المظاهر التي شاهدناها بأنفسنا دينا هنا في مدينة شرم الشيخ بتعتمد عليها مختلف المبادرات المصرية التي تهدف إلى استخدام الطاقة النظيفة التي نحافظ بها على بيئتنا، والتي أيضا نحد من خلالها من الانبعاثات الضارة ومن الأثار السلبية للتغير المناخي. يعني كل هذه الجهود المصرية تم التطرق إليها في الفعاليات التي تابعناها منذ اليوم الأول، منذ الجلسة الإجرائية وحتى الآن، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة غاية في الخطورة التي تواجه العالم أجمع، والتي لابد أن يتكاتف فيها قادة دول العالم، وكذلك أيضا القيادات الخاصة بالكيانات الاقتصادية والمساهمة في عملية التمويل، وفي النهاية نصل إلى قرارات مصيرية وقرارات عاجلة وفورية تخرج من هنا من مدينة السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ، لكي توضع موضع التنفيذ في مدى زمني معين. إليك دينا. نعم، أشكرك جزيل الشكر ريهام الديب، موفدة التلفزيون المصري إلى مدينة شرم الشيخ. والآن نتحول إلى متابعة الجلسة الرئيسية في شقها الرئاسي الآن. تغلب على التحديات لا أن تتنصل من مسؤولياتها. إن التمويل المناخي لم يحقق، هذا ليس بالسر على أحد. من المفارقات أن 100 مليار دولار المتعهد بها سنوياً لم تقدم في الواقع لمواجهة تحديات المناخ. وهذه الدول على طرفي حرب أوكرانيا، ولا مانع لديها من المليارات لتمويل حرب، وهذا
النزاع شن ل يا خاصة بالمقاتلين. إن الأمن الوحيد هو عن طريق الأمن الغذائي، ونرى افتقار في الأمن الغذائي. 30 إلى 40 مليون شخص يدخل تحت خط الجوع، لا سيما في إفريقيا. هذه الحرب أدت إلى تصعيد أسعار المعيشة وإلى نقص في الغاز وفي النفط، وأدت إلى الجوع داخل منازلنا. الأمر لا يتعلق بمن هو المسؤول عن الحرب، بل من سينهي الحرب. لماذا نحتاج لهذا التمويل؟ من المعروف أن ممارسة الاستعمار حولت الموارد الغنية من آسيا وإفريقيا إلى أوروبا، واستخدمت لتصنيع تلك الدول، ونحن أصبحنا فقراء بسبب هذه السرقة. إن التصنيع في الاقتصادات المتقدمة هو أيضا من جذور تغير المناخ، ونتائج ذلك تأتي على عاتق دولنا الفقيرة، ومشاكلنا تتصاعد بسبب الافتقار للتمويل الواجب. وبالتالي من هو في الجنوب يواجه مشكلتين في آن واحد: العمل للتطور اقتصاديا وحماية المعيشة لسكاننا. وبالتالي من الأساسي للبلدان المتقدمة أن تفي بوعودها في غلاسكو وأن تضاعف من تمويلها. إن الأضرار تسببها الأحداث المناخية القصوى تشهد زيادة، وكذلك آثارها. إن زيادة الانبعاثات يجب أن يعوض عنها لأغراض الخسائر والأضرار. قبل أن نصل إلى دبي لكوب 28، الأمم شبيهة التفكير يجب أن تجتمع على المستوى الوزري لمناقشة أفضل طريقة للمضي قدما في مجال التمويل المناخي، ويجب أن يليها اجتماع بين رؤساء الحكومات للدول على هامش كوب 28. وأود أن أذكر بكلمات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة: الخيار هو إما العمل الجماعي أو الانتحار الجماعي. إن الفراغ الذي نشأ عن انعدام العمل يحتاج اليوم إرادة سياسية مستدامة عالمية عن طريق العمل الديناميكي والتعاون البناء من جانب الدول مشابهة التفكير لنتفادى هذه الكارثة. علينا أن نمضي على هذا المسار بشكل ملح، وشكرا. شكرا صاحب السعادة على هذا البيان. يسعدني الآن أن أرحب بصاحب السعادة ماتاميلا سيبيل. رئيس جنوب أفريقيا، لك الكلمة سيدي. Chairperson، سيد الرئيس، Your Excellencies، أصحاب السعادة، Heads of States and Government، رؤساء الدول والحكومات، نجتمع اليوم في مؤتمر الأطراف 27 في القارة الأفريقية التي تمر بأسوأ آثار تغير المناخ، ولصالح قارتنا وللعالم أجمع نحتاج إلى زيادة كبيرة في طموحاتنا المتعلقة بالتكيف على مستوى العالم من أجل الحفاظ على مسار 1.5 درجة مئوية
ومثل المناطق الأخرى المعرضة للخطر، فإن أفريقيا تحتاج إلى بناء قدرتها التكيفية وتعزيز صمودها والتصدي للخسائر والأضرار كما اتفقنا عليه في مؤتمر الأطراف 21 في باريس. سيد الرئيس، ولتحقيق هذه الغاية فإن قارتنا تحتاج إلى مسار تمويل قابل التوقع وملائم وذي نطاق كبير، بالإضافة إلى دعم التكنولوجي. ينبغي أن يدعم ذلك حقنا في التنمية وفي المساواة الدولية والتحول العادل والشامل للجميع. يضع ذلك مسؤولية كبيرة على بلدان الاقتصادات المتقدمة للوفاء بالتزاماتها إزاء تلك البلدان التي تمر باحتياجات كبيرة والتي تواجه أشد آثار تغير المناخ على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. الالتزامات التي قطعت ينبغي الوفاء بها، لأن عدم الوفاء بهذه الالتزامات يكسر الثقة في العملية برمتها. حالياً لدينا تحدي آخر يتعلق بالمؤسسات التمويلية. المؤسسات التمويلية ينبغي أن تغير من طرائقها، من طرائق توفير التمويل وتمويل المشاريع التي من شأنها أن تساعدنا في التصدي لتغير المناخ. متعددة الأطراف والمؤسسات المالية تحتاج إلى إصلاح. حالياً الدعم المتعدد الأطراف لا يصل إلى أغلبية سكان العالم، وذلك بسبب سياسات الإقراض التي تنفر من المخاطر وتحمل تكاليف هائلة وشرطيات كثيرة. نحتاج إلى خارطة طريق واضحة للوفاء بالقرار الصادر في غلاسكو لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ينبغي أن نركز على الصحة وعلى الرفاهية والغذاء والأمن الغذائي والأمن المياه لأكثر الفئات استضعافا في العالم. وعلى المستوى الوطني فإن جنوب أفريقيا ملتزمة تماما بتحقيق نطاق تخفيف آثار تغير المناخ الطموح، وذلك في سياق مساهماتنا المحددة وطنيا الذي تم تحديثها أخيرا. وكبلد نسترشد بإطار التحول العادل وخطة الاستثمار في جنوب أفريقيا التي تحدد نطاقا وطابعا هائلا لاستثماراتنا اللازمة لتحقيق أهداف إزالة ثاني أكسيد الكربون خلال السنوات الخمسة المقبلة. وكذلك نقوم بالفعل بزيادة استثماراتنا في الطاقة المتجددة، ونحن بصدد سحب عدد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم القديمة بنهاية عام 2030. وفي مؤتمر الأطراف 26 في غلاسكو السنة الماضية، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفروا الدعم في شكل شراكة للتحول العادل في مجال الطاقة مع جنوب أفريقيا. نأمل من أن هذه الشراكة ستكون مقاربة جديدة إزاء التمويل من قبل البلدان المتقدمة من أجل تحقيق أهداف التخفيف والتكيف اللازمة والطموح لعدد من البلدان النامية. جنوب أفريقيا تأمل من أن الالتزامات التي قطعت تجاه هذه الشراكات سيتم الوفاء بها. كما نقول فإن كمية الأموال اللازمة لجنوب أفريقيا من أجل الشروع في هذه الرحلة الصعبة
تقترب من 90 تريليون دولار أمريكي. قلنا ذلك، قلنا بأن تصنيف التمويل ينبغي أن يوضع في حزمة كافية وملائمة بحيث توفر منح مجدية وكذلك قروض ميسرة واستثمارات ملائمة من قبل عدد من المؤسسات. نعرب عن امتناننا وكذلك نحيي الرئاسة المصرية وندعمها، ونحن على ثقة من نجاح مؤتمر الأطراف 27. شكرا جزيلا. Thank you, Your Excellency, for your statement. شكرا صاحب السعادة على هذا البيان. يسرني أن أرحب بالسيد إيباريستي ماجيس ميجي رئيس بوروندي. لكم الكلمة سيدي. شكرا سيدي الرئيس. سيدي رئيس مؤتمر الأطراف 27، أصحاب الفخامة والسعادة، أيها السيداتي والسادة، أود بادئ ذي بدء أن أحمد الله تعالى الذي جاء بنا بأمان وسلام هنا إلى شرم الشيخ لنشارك في هذا المؤتمر باسم حكومة وشعب بوروندي وبالأصالة عن نفسي. أود أن أتقدم بالشكر لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية أخي عبد الفتاح السيسي، وأشكر الحكومة والشعب ولا سيما سكان هذه المدينة الجميلة مدينة شرم الشيخ على حسن استضافتي ووفدي. أيها السيدات والسادة، إن تمويل تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في بوروندي غير كافية لتمويل التغيرات المرجوة، فهي مجزأة وتقدم بشكل منعزل عن من مختلف الوكالات الدولية دون أثر حقيقي طويل الأجل بالنسبة للمجتمعات المحلية وإمكانية صمود بوروندي أمام التغير المناخي. اللازم اليوم لبوروندي هو أن نزيد من التغطية الحرجية وأن نجري مكافحة للتدهور المستمر لهذه الغابات مع الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالأمن الغذائي والتطور الزراعي والصناعي، ولذلك يجب أن نستفيد من الأراضي القائمة وأن نخفض من احتياجات لأراضٍ جديدة هي في الواقع غير متاحة. بوروندي يرغب في تحفيز الاستثمار في حلول واسعة النطاق عن طريق الاستثمار بنماذج قد تم اختبارها. لم يعد الوقت مناسب لإطلاق مشاريع رائدة، وإنما تسريع العمل على نطاق واسع لمشاريع مختبرة. هذا ما رأيناه في بحيرة تكانيكا. توجد فوائد إنمائية كثيرة عندما نعمل في إطار الإنتاج والتحول من مواد أساسية أكثر كثافة لليد العاملة. طبعا هذا الهدف يتسم بأهمية متزايدة اليوم نظرا للصلة بين الاستقرار والأمن الغذائي والتغير المناخي والتنوع الإحيائي، خاصة بعد الأحداث المناخية القصوى والحرب في أوكرانيا والاحتياجات المتزايدة في الأسواق
الأسواق الدولية لمنتجات مرخص أنها أنتجت دون تصحر. من الحلول هي تمويل حوافز مشاريع ذات معايير محددة مسبقاً، وأيضاً العمل والشركات الصغيرة والمتوسطة. بوروندي يوجه نداء لوكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لوضع أشكال تمويل مالية مبتكرة مثل الـ FPB والتزامات الأداء الحرجي المكيفة والسياق الإقليمي. هذه الآليات يجب أن تجمع بين آليات سوق الالتزامات الخضراء ووجود ضمانات مالية واسعة ونماذج للدفع تستند إلى نتائج ما حددته اتفاقية تغير المناخ. أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة، في الختام أود أن أكرر بالغ الشكر لكل منظمي مؤتمر 27 والدولة المستضيفة، وأشكر كل الشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر المعقود على أرض إفريقية. شكرا على حسن إصغائكم. شكرا صاحب السعادة على بيانك. يشرفني أن أرحب بسعادة السيد رومين جورجي أديف فخامة رئيس بلغاريا. أعتذر، يسرني أن أرحب بفخامة أسوماني أزالي رئيس جزر القمر. لكم الكلمة سيدي. إكسلنس مسيو، أصحاب السعادة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخي رئيس جمهورية مصر العربية، سيدي الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارك أنا ووفدي في هذا الاجتماع الهام، هذا الاجتماع COP27 في هذه المدينة الساحلية الرائعة شرم الشيخ. أولاً أود أن أكرر الشكر لأخي فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس مصر على حسن الترحيب والضيافة. في كل مرة نأتي فيها إلى أراضي هذا البلد الشقيق، كما أود أن أتقدم ببالغ الشكر للأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ على حسن تنظيم هذا المؤتمر من الناحية اللوجستية. أصحاب السعادة، اسمحوا لي في البداية أن أقتبس من الرئيس الراحل لفرنسا جاك شيراك، فقال: منزلنا يحترق فلا نغض النظر إلى مكان آخر. هذا كان في أيلول سبتمبر 2002 خلال قمة الأرض في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. بعد 20 عام هذا النداء، هذا الناقوس الخطر لا يزال ذاته. فمؤتمر 27 هذا العام يأتي في سياق من الأزمات العالمية، وهو تحتاج لعمل مشترك لكي نواجه هذه التحديات. آثار الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية،
ولا سيما الأغذية والطاقة، هذا إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما قد يؤدي إلى أزمة غذائية عالمية. في هذه الأثناء الظواهر المناخية والخاصة بالأرصاد الجوية تؤدي إلى عدم استقرار المناخ في كافة أرجاء العالم بمستويات قياسية من الأمطار والحر والجفاف والحرائق والأعاصير. إن قارة الآسيوية واجهت ظواهر مناخية كارثية كما رأينا في باكستان، وفيضانات في إفريقيا في أوائل هذا العام أدى إلى خسائر في الأنشطة الاقتصادية للسكان، وإلى معاناة الملايين من الجوع، كما أن أوروبا واجهت أيضا موجات من الجفاف والحر، وأمريكا أيضا تشهد أعاصير وفيضانات وما يترتب على ذلك من آثار وخيمة. أعرب عن آيات التضامن مع كل هذه الدول الشقيقة. يجب أن نؤكد على أن بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، هذه الظواهر المناخية تهدد وجود دولنا وتمنع تنميتنا الاقتصادية. أشير مثلا إلى إعصار كينيث الذي اجتاح منطقتنا في 2019 وأدى إلى خسائر في الأرواح وإلى أضرار مادية لا نزل في مرحلة تصحيحها بعد 3 سنوات. نحتاج لإجراءات عالمية متسقة تساعدنا على مواجهة هذه التحديات، بل التحديات التي تواجهها البشرية. أيها السيدات والسادة، نعرف أن كوكبنا يعاني من الخلل المناخي، ولذلك علينا في هذا المؤتمر أن نأخذ خطوة جديدة في الإجراءات الدولية، ولا سيما عن طريق دعم كل المبادرات التي تسمح لنا بالانتقال أخيرا من الطموح إلى العمل. في غلاسكو في 21 من أهم القضايا تركزت على الطريقة التي تستجيب فيها الدول لاحتياجات التمويل من أجل مواجهة أثر تغير المناخ، وهي جسيمة والجماعات المحلية غير قادرة على التكيف وإياها، وبالتالي تقرر إنشاء آلية تمويل لمواجهة الخسائر والأضرار في سياق الاتفاقية. وعلينا أن نعزز هذه الديناميكية، وبالتالي أرجو أن نرى المزيد من الالتزام والتضامن لتحقيق المزيد من التقدم، ولا سيما إنشاء تمويل إضافي مكرس للخسائر والأضرار. ولكن كما نعرف جميعا، لا يمكننا أن نواجه تحدي تغير المناخ دون تدابير التكيف وتدابير التخفيف اللازمة، وبالتالي علينا أن نركز على التعريف السريع للأولويات العالمية في هذا المجال، وعن طريق التنفيذ الملح لتدابير التخفيف خلال هذا العقد يمكننا أن نبقي على هدف 1.5 درجة مئوية. أما بالنسبة لبلاد جزر القمر، اتخذت مبادرات لكي يبقى البلد بالوعة كربون، وفي هذا السياق
نرجو أن نستغل إمكانيات الدولة خاصة من حيث الطاقة الحرارية والمائية والهوائية، ولدينا مشاريع قد أجريت، ونحاول أيضا أن نبدأ بمشروع تنمية حرارية، وقمنا أيضا بمشاريع ضوئية فوليتية، ولدينا سياسة لإعادة التحريش وعنوانها لكل مواطن شجرة. في الختام أيها السيدات والسادة، أذكركم أو اسمحوا لي أن أذكر بأن مكافحة تغير المناخ تحتاج إلى أن يصبح التكيف واقع. الدول المتقدمة يجب أن تحرز تقدم كبير في تقديم 100 مليار دولار على النحو المتفق عليه في اتفاق باريس، علما بأن المبلغ الحقيقي أقل من 50%، وبلادي يؤيد مطالبات المجموعة الإفريقية والدول الصغيرة الجزرية النامية من أجل مضاعفة تمويل التكيف قبل 2025. علينا أن نراعي أن تعزيز القدرات من أهم أركان تنفيذ اتفاق باريس. أتمنى للإمارات العربية المتحدة الدولة الشقيقة كل النجاح في تنظيم مؤتمر الأطراف 28. شكرا. Thank you, Your Excellency, for your شكرا صاحب الفخامة على هذا البيان. يسرني الآن أن أرحب بفخامة السيد رومان جورجيف راديف رئيس بلغاريا. تفضل سيدي. أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في المستهل أن أعرب عن عميق تقديري للرئيس السيسي على تنظيم الممتاز وعلى حفاوة الاستقبال، وللوزير شكري على هذا الحوار البناء. إن مؤتمر الأطراف 27 ينعقد في أوقات مأساوية تشوبها بيئة أمنية متدهورة وزيادة التحديات الجيوسياسية بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة. لا يجب مع ذلك أن ندع كل هذه الأزمات تفوت من عضدنا لمواجهة التغير المناخي، لا سيما مع مراعاة الكوارث الغير المسبوقة مؤخرا. إن المصادر العلمية الموثوقة تظهر بوضوح أن التنمية المرنة مناخيا معرضة للخطر في إطار مستويات الاحتباس الحراري الحالية. علينا أن نوحد جهودنا ونستفيد من الوقت المتبقي حتى ندرأ أسوأ آثار التغير المناخي. إن التغير المناخي هو تهديد عالمي ولن يعالج إلا عبر استجابة عالمية. وبلغاريا ملتزمة تماما بأهداف اتفاق باريس. بلدي على نوح مشترك سوف تقدم مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستصل إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وانبعاثاتنا من الغازات الدفيئة في عام 2020 انخفضت بنسبة 57% مقارنة بعام الأساس، وتجاوزنا إنجاز غاياتنا الوطنية حول نصيبنا من الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الإجمالي بحوالي 7%، ليصل نصيبها 23% بحلول عام 2020. تنويع إمدادات الطاقة أمر ضروري، وبلدي زادت بالفعل جهودها لكفالة التشبيك الأفضل مع دول الجوار.
مشروع التشبيك بين اليونان وبلغاريا والذي بدأ في الأول من أكتوبر هذا العام يعزز بشكل ملموس إمدادات الغاز وإمدادات أمن الطاقة أو الغاز في بلغاريا وفي المنطقة وفي جنوب أوروبا وما دونها أيضا. ضمان التحول يشمل تكنولوجيات معززة وكذلك ابتكار منظم في كل القطاعات. بلغاريا سوف تطور الاعتماد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حلول الهيدروجين الأخضر وتوفير الطاقة وتعزيز الطموح في مجال التخفيف. لا يكفي أن برنامج عمل للتخفيف يكتسي أهمية في معالجة سد فجوة التنفيذ من أجل زيادة الإجراءات من قبل كل الأطراف المعنية والمراجعة وكذلك الانتقال إلى الغايات الأعم في الاقتصاد. علينا أن نعمم ونعزز خطة التكيف وكذلك برنامج العمل لغلاسكو لشرم الشيخ حول الأهداف العالمية للتكيف والانتقال صوب الاقتصاد منخفض الكربون والأخضر. يتطلب تفاعلا بين السياسات والاستثمار والعلوم والقطاع العام. التحول العام لن يتأتى إلا بإشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية، ومن المتوقع أن يوفر فرصا هامة من أجل التنمية المستدامة. وأخيرا، بالنظر إلى التزامنا بالنهوض بالخطة المناخية في منطقتنا وما دونها، بلغاريا أشارت بالفعل إلى استعدادها لاستضافة النسخة 29 من مؤتمر الأطراف، وسوف نتواصل مع الشركاء من أجل مقترحات متعددة الأطراف تتعلق بهذا الأمر. أشكركم لحسن إصغائكم. شكرا صاحب الفخامة على هذا البيان. ويسرني الآن أن أرحب بفخامة السيد محمد منفي رئيس ليبيا. صاحب الفخامة لكم الكلمة. السيد الرئيس، أصحاب الفخامة، السيدات والسادة، أتوجه بالتهنئة والشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على حسن الإعداد وحفاوة اللقاء والوفادة على أرض مصر الآمنة المطمئنة، وهي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 في زمن يزداد فيه العالم انزلاقا نحو الفرقة والصراع، في حين يذكرنا الخطر البيئي بأن البشرية تواجه تحديات مشتركة تتطلب نبذ الخلافات والعمل الموحد والجاد لإنقاذ الحياة على كوكب الأرض. السيدات والسادة، إن بلدي ليبيا على الرغم مما تمر به من أزمة سياسية تتطلب